التعريف بصورة مريم، نزولها وموضوعاتها. هل أنتم جاهزون للمسابقة؟ بإذن الله يا شيخنا. ستكون المسابقة اليوم عن التعريف بصورة مريم، نزولها وموضوعاتها. ما زمن نزول سورة مريم؟ نزلت سورة مريم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولذا تعد السورة من السور المكية. وما موضوعات سورة مريم؟ تتحدث الآيات من الآية الأولى إلى الحادية عشرة عن قصة زكريا عليه السلام وطلبه الولد وما جعله الله له من الآية في ذلك. أما الآيات من السادسة عشرة إلى الأربعين فتتحدث عن قصة مريم وولادتها لعيسى عليه السلام ونطقه وهو في المهد واختلاف اليهود والنصارى فيه. أما الآيات من الحادية والأربعين إلى الثامنة والخمسين فموضوعها ذكر خبر عدد من الأنبياء والرسل بشيء من الاختصار، والآية التاسعة والخمسون فيها بيان حال من أتوا بعد الأنبياء المخلصين، حيث بدلوا ما أمروا به فأضاعوا الصلاة والعذاب المضاعف لهم. والآيات من الستين إلى الثالثة والستين موضوعها بيان ما أعده الله تعالى لأهل الإيمان والتوبة والعمل الصالح. والآيات من الرابعة والستين إلى الخامسة والستين موضوعها ما نزل من الآيات حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام أن يزوره. أما الآيات من السادسة والستين إلى الثانية والسبعين فموضوعها الرد على منكر البعث وذكر ورود الناس على النار. والآيات من الثالثة والسبعين إلى السادسة والسبعين تتحدث عن مقارنة بين حال المؤمنين وحال الكفار. والآيات من السابعة والسبعين إلى الخامسة والتسعين ذكر بعض معتقدات الكفار الباطلة وما أعده الله لهم في الدار الآخرة. أما الآية السادسة والتسعون ففيها بيان ما جعله الله تعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح. والآية السابعة والتسعون فيها بيان بعض حكمة الله تعالى في تنزيل القرآن الكريم. أحسنتم وبورك فيكم يا أبنائي. تعرفنا اليوم على التعريف بسورة مريم، نزولها وموضوعاتها، وتعرفنا زمن نزول سورة مريم. نزلت سورة مريم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولذا تعد السورة من السور المكية. وتعرفنا موضوعات سورة مريم، ومنها الآيات من الأولى إلى الحادية عشرة، قصة زكريا عليه السلام وطلبه الولد، وما جعله الله له من الآية في ذلك. الآيات من الستين إلى الثالثة والستين بيان ما أعده الله تعالى لأهل الإيمان والتوبة والعمل الصالح. والآيات من السابعة والسبعين إلى الخامسة والتسعين ذكر بعض معتقدات الكفار الباطلة وما أعده الله لهم في الدار الآخرة.